موجتنا السعودية ألف ألف أف أم برنامج عصريات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. تحية لكل من يسمع برنامج عصريات على إذاعة ألف ألف أف أم. معي أنا وليد الأخبار، ويا هلا والله بالطش والرش والبيض اللي مفكش. راح نبدأ إن شاء الله بإذن الله حلقتنا لليوم. الساعة الأولى هي الساعة الخاصة بالخضات الطبيعية وعلاج جميع الأمراض بالأعشاب. الساعة الثانية هي فقرة منامات مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي. اليوم وكل يوم اثنين هي فقرة جبت العيد مع وليد، فيها نفضفض شوي ونسأل أسئلة واللي حاب يجاوب يجاوب. طبعا اليوم في جائزتين مقدمة من لافونتين، إقامة لمدة ليلتين في منتجعات لافونتين، إن شاء الله راح تربحها في جبت العيد مع وليد. طيب بس نبدأ أذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا على STC 84770، موبايل 640-660 زين 74-6262. طيب نبدأ بقراية رسائلكم. شادي أبي وصفة لتصغير الصدر الكبير لدى الرجال. طيب أول شيء لازم تلعب تمارين للصدر، هذا أول شيء يا شادي. لازم تقلل من أكل الدهون لأنه أكيد تكون في دهون متجمعة في الصدر، فيكون في ترهل في الصدر، ممكن يكون أيضا سوائل متجمعة في الصدر. لازم تلعب، طبعا لازم تخفف من أكل الدهون خاصة العشاء في الليل، لأن الإنسان إذا أكل في الليل السعرات الحرارية تمسك في الجسم أكثر من النهار، هذا شيء معروف يعني. تلعب تمارين خاصة في الصدر، ممكن تجيب أنت تشتري إذا ما تبي، هو الأفضل أنك تروح النادي يعني. إذا ما تبي تروح النادي تقول لا والله أنا ما عندي وقت، زي ناس كثير يقولك والله أنا ما عندي وقت ما شاء الله، فتجيب البار، بار هذا الحديدة الطويلة البار، وتشتري أوزان. أوكي في يجيك لو تروح المحلات الرياضة ممكن يبيع لك كاملة بار مع دنابل مع زي كذا ب 350 ريال تقريبا، 350 ريال على ما أذكر. فالبار هذا تركب فيه أوزان، أو في البداية ممكن تلعب يعني وانت نايم، ممكن تلعب تمارين تمسك البار وترفعه وتنزله، ترفعه وتنزله، هذا تمارين للصدر. ممكن انت جالس على الكرسي ويكون الكرسي مايل شوي، ما يكون عدال الكرسي لا يكون مايل، ظهرك مايل شوي، هذا تلعب صدر عالي، هذا برضو من التمارين تشد الصدر. ممكن تلعب بالدنابل، الدنابل هذه الأوزان، ممكن هذه كل هذه تساعد على تصغير الصدر. ممكن انت تبي اشياء طبيعية، ممكن الثلج برضو، بس انه مو زي ذولي لا، بس الثلج برضو 20 دقيقة يوميا، 5 دقائق باتجاه عقارب الساعة، 5 دقائق عكس اتجاه عقارب الساعة، بعدين ترجع مرة ثانية 5 دقائق باتجاه عقارب الساعة و5 دقائق بعكس اتجاه عقارب الساعة. لو سويت الأشياء هذه صدقني راح تلاقي فرق كبير جدا، حتى صدرك بصير شكله حلو يعني. طيب أبي وصفة أشربها. طيب أم محمد شوفي، تجيبين درسين وكمون وشمر، درسين وكمون وشمر، تخلطينهم مع بعض وتغلينهم كأنك تصلحين شاهي، وتشربين المغلي حق الثلاث ذولي، درسين وكمون وشمر، هذه يساعدك على إنزال الدورة. طيب حسن علي أبي خلطة بدون، لا شوف إذا تبي تكبير وشد الصدر مالك لأنك تلعب حديد بحيث أنه العضلة نفسها حقت الصدر تكبر. إذا تبي تكبير وأنت تفكر أنه الحلبة هذه تشد لك الصدر لا هذه الحريم بس هم اللي بيستخدمونها يعني، سوري معليش يعني، بس الحريم هم اللي يستخدمونها عشان تكبير الصدر فقط، لأن المرأة ما تبي شد يعني، بس إذا كان صغير تبي تكبر بس يعني. لكن أتكلم على إذا تبي تكبير وشد، هذا ما يجي إلا بالحديد، هذا ما يجي إلا بالحديد.
إذا أنت تبي تكبير وشد هذا ما يجي إلا بالحديد يعني. التكبير على أساس إن العضلة تكبر بس. فادخل نادي وتلعب مع مدرب يعني وتشوف نتيجة جدا رائعة. أما يقولك في خلطة تكبر وتشد الصدر طيب اللي يقول ندى رسالتك مو كاملة بأمانة. تقولي أنت عندي كيس داخل العين جوة الكيس نقطة بعدين والله مو كاملة يعني آخر رقمك 7-3-4 يا ندى مو كاملة بأمانة يعني. خليني أطلع فوق شوي يمكن ألقاها يعني بس مو كاملة. عموما إذا أنت عندك كيس دهني سواء في العين يعني في الجفن أو سواء كان مثلا في الإبط أو وين ما كان تجيبين من العطار شيء اسمه الحسن. الحسن لونه زي لون الطوبي كذا الحسن. هذا الحسن تجيبينه وتدقينه بالهاوند وتكسرينه عموما تدقينه لين ما يصير مطحون اوكي. بعدين تجي تحطينه في علبه زجاجيه. العلبه الزجاجيه هذه تاخذين لجيت تستخدمينها تاخذين بطرف اصبعك من المطحون حق الحسن معروف اكثر شيء عند الحضارمه العطارين الحضارمه يعني. تجيبينه وتاخذين بطرف اصبعك شيء بسيط لان ترى الكسر الصغير من نبته الحسن تعيش معك شهرين يمكن. فعشان كذا اقول لك معروف عند الحضارمه. فتاخذين بطرف اصبعك وتبللينها شوي بالمويه وتدهنين على المكان اللي فيه الكيس الدهني. من خلال اسبوع الى اسبوعين راح يبدا يصغر الكيس. خلال اسبوع الى اسبوعين يبدا يصغر الكيس وشوي شوي لان ما ان شاء الله ما تحتاجين عمليه. بس انه حاولي تروحين المحلات العطاره العطارين اللي فيها حضارم لانه هي مشهوره عندهم. الحسن هذه مشهوره عندهم معروفه اكثر شيء لونها طوبي. بس كمالت رسالتك عشان اعطيك شيء ثاني والله مو كامله يا ندى. طيب طارق العمري جد وليد الله يرضى عليكم من اسبوع ما سمعت تقرير كامل عن حجر. والله انتهت الفقره ذي يا طارق بامانه. كان هو راعي بس لمده اسبوع ويقدم جواز فانتهت بامانه يعني. فما اقدر اتكلم عن اشياء تخصه يعني بامانه يعني. فاعتذر منك لانه هو كان راعي ونتكلم عن اشياء خاصه يعني فيه فما اقدر اتكلم باشياء ثانيه اعتذر لك يعني. تحية زميلنا هاني بخاري من خلف الكنترول في وجه أحمر من الشمس. طيب هند من تبوك شوفي بالنسبة لتطويل الشعر شوفي تجيبين الكراث. شفت الكراث تعصرين ورق الكراث بعدين شفت المرارة حقت الخروف تخلطينها بمرارة الخروف وتدهنين فيها الشعر. هذا شو يسوي لك؟ هذا يطول الشعر ويصبغ الشعر باللون الأسود. الكراث تجيبينه وتصين ورق حقه وتخلطينه مع مرارة الخروف المرارة حقت الخروف وتدهنين فيها الشعر. هذا يطول الشعر ويصبغ الشعر باللون الأسود طبيعي يعني. إذا تبين واحدة ثانية هذه واحدة ثانية تقوي الشعر والطولة تجيبين مسحوق أوراق البطم شجرة البطم مسحوقة. هذا تاخذين من عند العطارين. أي شيء نقوله ما أقوله من السوبر ماركت أو من الصيدلية يعرف أنك تاخذين من العطارين. تاخذين مطحون أوراق شجرة البطم وزيت الزيتون هذا هو. تجيبين أوراق شجرة البطم تطحنينها وتخلطينها مع زيت الزيتون وتدلكين فيها فروة الرأس وتتركينها لمدة ساعة بعدين تغسلينها بالموية. هذا يقوي الشعر وأيضا يطوله. سارة أنا اللي قلت لي استخدمي جرسين وليمون مو بس أنت ساكل الناس قلت لهم بس يلا أوكي. وزيت اللوز الحلو كم أحط حبات ليمون مع الجرسين وفي الصباح لما أمسح بصابون. طيب
شوفي تجيبين علبة يا سارة، تجيبين علبة جلسرين كاملة، عرفتي الأصلية ذي، في كبيرة وفي وسط، خذي الوسط أنت، لا تأخذين الصغيرة ولا الكبيرة، خذي الوسط، وليمونة واحدة، ليمونة واحدة أوكي، والجلسرين وليمون، لا زيت اللوز هذا قلنا هذا إذا أنت تدعكين المكان اللي فيه كلفة وزي كذا، حطيتي ليمون مع ملح، أنا تستخدمين زيت اللوز الحلو على أساس إنه ما يجفف المكان. جلسرين وليمون أوكي، تستخدمين زيت اللوز بس لا تخلطينه معه، زيت اللوز الحلو لا تخلطينه معه، بس هذيك جلسرين وليمون تبي تضيفين عليها فيكس أوكي، تضيفين عليها فيكس، خذي علبة صغيرة من الفيكس وحطيها مع علبة وسط من الجلسرين وليمونة واحدة، اخلطيهم كلهم مع بعض، عصر الليمون طبعا لا تحطينه بقشرة، بس عصر الليمون مع علبة الجلسرين الوسط وعلبة الفيكس الصغيرة، حطيها شفتي الحافظة هذه حقت التمر البلاستيك ذي، حطيها فيها وأكمل لك، بس لازم نطلع فاصل وبعدها نواصل. موجتنا السعودية ألف ألف أف أم، برنامج عصريات. يا هلا والله وغلا ومرحبا، رجعكم مرة ثانية ومكملين ساعتنا الأولى والخاصة بالخلطات الطبيعية وعلاج جميع الأمراض بالأعشاب، معي أنا أخوكم وليد الخضير. اللي حاب يتواصل معنا عن طريق أرقام التواصل STC 84770، موبايلي 640-660 زين 7462. نرجع الليمون حقنا والفكس حقنا وذا، فنرجع نكمل نقول يلا صرنا شيبان، اللي يجيبين العلبة هذه البلاستيك ذي، العلبة اللي يحط فيها تمر، لبغى الواحد يكشت ولا زي كذا ياخذ تمر يحسر من اليوم، الواحد جاء جدة ومع عمره كشت، فتحطينه في العلبة هذه كيف بلاستيك، تحطين علبة وسط من الجلسرين وعلبة صغيرة من الفكس وعصير ليمونة واحدة، تخلطينهم مع بعض تحطينهم وسط العلبة، تحفظينها في الثلاجة، تلاقين لون الخلطة صار أصفر، الكريم صار أصفر الدهون، فتبدين تستخدمينها في الليل، تبدين تدهنين الرجلين واليدين والرقبة والأشياء هذه، وتلبسين طبعا جلافز في اليدين، وتلبسين بجامة وزي كذا، ولقيمت الصباح تتروشين، بعد كذا تدهنين بزيت اللوز الحلو يعني مدة ساعة زي كذا، نص ساعة وخلاص، هاي تكررينها يوميا يا سارة. محمد سعد من جيزان، أبي وصفة لعلاج الصدفية. أوكي شوف، هذا دهون جدا رائع للصدفية، بس إنه يحتاج لوقت يعني مع الاستمرار، يعني تأخذ 50 جرام من زيت حبة البركة، 50 جرام من زيت اسمه زيت الكرافس، كل ذول موجودين عند العطارين ترى بسهولة، يعني 50 جرام من زيت حبة البركة، 50 جرام من زيت الكرافس، 50 جرام من زيت الخزامة، و50 جرام من زيت البنفسج، هذول كلها 50 زين، حبة البركة وزيت الكرافس و زيت الخزامة وزيت البنفسج، بعدين نروح 250 جرام من زيت الزيتون، 250 جرام من زيت الزيتون، و250 جرام من شمع النحل، 250 جرام من شمع النحل. أول شيء تجيب طبعا شمع النحل هذا الذوبة يا تحت أشعة الشمس أو على نار هادية جدا جدا جدا، يا على أشعة الشمس أو على نار هادية جدا جدا، بعد كذا بعد ما الذوبة الشمع النحل تخلطهم كلهم مع بعض، الأشياء اللي قلت لك تخلطها كلها مع بعض، بيصير عندك زي المرهم تدهن فيه مكان الصدفية أيا كان مكانه، بالأماكن الحساسة أو زي كذا في أي مكان تدهن فيه المكان المصاب بالصدفية، وتستمر يوميا طبعا لين ما تلاقي بإذن الله سبحانه وتعالى نتيجة يا محمد سعد. طيب ايش السبب يا امل؟ تقولين تطلع لي بقع حمراء في الساق والرجل فجاه كذا تطلع لك، ولا عندك حساسيه، ولا عندك وش السبب يعني؟ قولي لي بس ايش السبب وانا اجاوبك يعني عشان اعرف بس يعني.
طيب نروح. السلام عليكم سلطان، كيف استخدم الزرنخ الأحمر لإزالة الشعر، وهل يصفى نبتة السعد مع زيت الزيتون بعد التسخين؟ طيب شوف، أفضل شيء ترى الزرنيخ الأحمر يعني يستخدم، هو أفضل شيء للشعر الإبط، إنه يمنع تماما ظهور شعر الإبط يعني. بس تجيب المطحون حق الزرنيخ الأحمر وتدهم فيه المكان، بس تجيب المطحون تدهم فيه المكان، هذا يخلي شعر الإبط ما 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 ينبت أبدا مع الاستمرار طبعا. بالنسبة للثاني اللي انت تقول نبتة السعد مع زيت الزيتون، طبعا تجيب 70 جرام من نبتة السعد وتكون مطحونة بشكل ناعم، بعد كذا تغليها مع نص كاس من زيت الزيتون، تغليها مع نص كاس من زيت الزيتون على نار هادية مع التحريك الزين، يعني مع التحريك الجيد. بعد يعني وتبدأ تدهن، متى تبدأ تدهن؟ بعد عملية شيل الشعر، بعد ما تشيل الشعر تدهن مباشرة الخليط هذا اللي تكون عندك من 70 جرام من عشبة نبتة السعد المطحونة طحن ناعم، تخلطها مع نص كاس من زيت الزيتون وتحطها على نار هادية تتحرك، خلاص بيصير عندك خليط. الخليط هذا تستخدمه، لا تصفيه ولا شيء، تستخدمه بعد كذا بعد عملية تطفي عليه طبعا عشان يصير بارد، وتشيل الشعر. بعد كذا تدهن مباشرة بعد نزع الشعر، وتكرر عملية هذه 7 أيام متتالية، تشيل الشعر اليوم الأول بعدين تدهن مباشرة، بكرة تدهن، يعني مو لازم تشيل الشعر بكرة، لا خلاص هو مرة واحدة بس، بكرة تدهن بعده تدهن 7 أيام متتالية. الشهر الجاي لجيت تشيل الشعر نفس الحكاية، شوي 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 تبدأ تضعف البويصلات، تبدأ الشعر يكون يبدأ يظهر شوي شوي خفيف لين ما يختفي تماما مع الاستمرار الطويل. ها مع الاستمرار الطويل بس تلاحظ فرق، يعني بتلاحظ فرق شاسع يعني. رشاد حمود علي، شوف رشاد، بالنسبة للضمور الدماغ والأشياء هذه، طبعا أنا قلت قبل أنه أفضل شيء اللي هو سم النحل، إبر تأخذ سم النحل، هذه يعني تسوي لك كنترول على الضمور، ما يخليه يكون كامل، تحافظ على الجزء المتبقي في الدماغ، ما برضو تحسن شوي شوي من الشيء هذا. طبعا طبعا هنا في السعودية نوي ما فيش أبدا، ما في إبر اللي هي إبر سم النحل، ما في. مصر فيه، مصر فيه عند دكتور اسمه الدكتور أمجد هزاع، أنا تواصلت معه شخصيا الرجال أمانة، وطلع معنا كذا حلقة وشفت معمله بأمانة في مصر، يعني رحت لمصر وشفت معمله بأمانة يعني، واستفدت منه كثير يعني، ورجال يسوي دورات وأنا بأمانة استفدت منه كثير، رجال محترم بأمانة. فإذا أنت عندك حساب في تويتر أو شيء، أنا مستعد بس تقول لي أنا فلان والد الطفلة، زي في بعض الأشخاص طلب مني الرقم وعطيته رقم الدكتور، وتقدر تتواصل معاه وإن شاء الله أنه يفيدك بإذن الله سبحانه وتعالى يا رشاد، لأنه هو عنده مصنع يسوون حقة سم النحل هذه، يعطيك إياها في تيوب يعني أنبوبات كذا، وإن شاء الله تتواصل معاه ويقول لك كيف تأخذها وكيف زي كذا يعني. طيب نروح نكمل. لمار من مكة، تنعيم وتوريد الشفايف، أوكي. طيب عشان تكون شفايفك حلوة تسوين كريم اسمه كريم العسل، أنت تسوينه بنفسك طبعا، سهل جدا. جيبين ملعقة من عسل النحل، نص ملعقة من شمع عسل النحل، وملعقتين من زيت اللوز الحلو. أول شيء ذوبين العسل مع شمع العسل، أول شيء بعد يذوبينهم يا على نار هادية جدا 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 أو على أشعة الشمس. بعد كذا تضيفين لهم زيت اللوز الحلو وتحطينهم في علبة صغيرة برطمان صغير لها غطاء، وتحفظينه في الثلاجة، وقبل ما تنامين تبدين تدهنين على شفايفك بالكريم هذا، لا تاكلينه بس تدهنين على شفايفك يوميا، مع الاستمرار راح تلاحظين تحسن كبير يعني، توريد وتنعيم ايضا. شفت الورد الوردي هذا، الورد هذا ممكن تجيبينه وتطحنينه وتدهنين على شفايفك، هذا يكسب شفايفك لون وردي.
شوفي أم حمد، يعني في جهاز اسمه جهاز حق تفتيت الدهون تقريبا موجود عند شو اسمهم، لا إله الله محمد رسول الله، يو مارك توقع زي كذا إن شاء الله، إنه في جهاز عنده جهاز تفتيت الدهون سعره والله يا محمد تقريبا 1200 بس جدا رائع، فتتك الدهون في الصدر، فتتك الدهون في البطن، فتتك الدهون في الأرداف، في الأفخاذ، في الرجلين، المكان اللي تبين تفتتينه حطي بس المكان على الشيء، المكان هذا هو جهاز، تبين توقفين يخلي جسمك يرج كله، تبين تنحفين صدرك تحطين صدرك على الجهاز يبدأ يرج، تبين الأفخاذ تحطين أفخاذ على ذي فيبدأ يرج، يبدأ يفتت الدهون، هذا حلو ما أتوقع أنه بيعيقك عن شيء ما دامك ما تقدرين تمشين بس تجلسين على المكان ويبدأ هو يرج، هذا جدا حلو يعني إن شاء الله أنك طبعا مع الدايت وزي كذا بتلاقين إن شاء الله نتيجة حلوة يا أم حمد، والله يشفيك إن شاء الله قدامك العافية. لا شوفي السكر وهذا حاولي تاكلين الجزر، شفت الجزر كثري من الجزر، جزر المبشور، السلطة، السلطة كلي خس وجرجير وزي كذا، وحاولي تحطين معاها، لازم تحطين معاها ملفوف، قلت أنا 50 مرة إنه الملفوف يضبط مستوى السكر في الدم وجدا رائع لمرضى السكر، الملفوف يضبط مستوى السكر في الدم، حاولي وانت تاكلين سلطة يكون فيها ملفوف. طيب على STC 847700 موبايل 640-660 زين 746-262 راغب علامة ونرجع مرة ثانية، خليكم معنا. وجهتنا السعودية ألف ألف FM برنامج عصريات. يا هلا والله وغلا مرحبا، رجعكم مرة ثانية مكملين الجزء الثالث من الساعة الأولى والخاصة بالخلطات الطبيعية وعلاج جميع الأمراض بالأعشاب، معي أنا أخوكم وليد الأخضر على STC 847700 موبايلي 640-660 زين 746-262. نرجع نكمل، أنا أم أحمد أشتكي من النمش في جسمي كل ليلة، تعطيني حل خلطة، أوكي خلطة تخلص منها. طيب إن شاء الله يا أم أحمد، شوفي ممكن شفتي البقع هذه النمش ممكن تغسلينها بعصير البقدونس، شفتي البقدونس تغسلين البقدونس ممكن تغسلينها بعصير البقدونس، ممكن تغسلينها بعصير الرشاد، حب الرشاد تغسلينها وتغسلينها بالرشاد، ممكن تجيبين ليمونة وتقطعينها نصين، هذا اللي نتكلم عنه قبل شوي اللي تقول ليمونة، ممكن تجيبين ليمونة تقطعينها نصين وترشين شوي ملح على وسط الليمون وتبدأين تدعكين على المكان، هذه تنفع للي فيه نمش واللي فيه كلف، بعد ما تدعكين المكان اللي فيه نمش تغسلين وتدهنين بزيت اللوز الحلو عشان ما يسبب جفاف، تدهنين بزيت اللوز الحلو بعد على اساس انه ما يسبب جفاف. ممكن برضو تخلطين، تجيبين نصف فنجان من حق القهوه ذا، نصف فنجان من زيت اللوز الحلو، طبعا احنا قلنا زيت اللوز الحلو للجسم وزيت اللوز المر للشعر، زيت اللوز المر للشعر وزيت اللوز الحلو للجسم، قلنا ليش؟ لانه كانوا قبل استخدموا زيت اللوز المر على البشره حصلوا انه يطلع شعر، فعشان كذا خلوه للشعر خاص بالشعر وزيت اللوز الحلو هذا للجسم. فتجيبين نصف فنجان، نصف فنجان، تجيبين نصف فنجان حق القهوه هذا من زيت اللوز الحلو، نصف فنجان من زيت اللوز المر، نصف فنجان من زيت الخروع، تخلطينهم مع بعض، زيت لوز حلو، زيت لوز مر، واللي هو زيت الخروع، تخلطينهم كلهم مع بعض بيصير عندك على شكل مرهم، بعد كذا تدهنين فيه الوجه اللي فيه النمش او المكان اللي فيه صباحا ومساء لمده اسبوع، بعد كذا تغسلينه بمويه اسمها مويه النخاله، كذا تغسلينه بمويه اسمها مويه النخاله، هذا باذن الله راح يعالج لك النمش اللي عندك. طيب السلام عليكم، انا نوال، العمر 19، ابي وصفه طوله، هل ايش الحليب يوقف النمو؟ الحليب يقوي عظامك ويعطيك كالسيوم وبروتين، ومن اللي يقولك انه يوقف النمو الحليب؟ عموما بس عموما
بس لا لا ترى الحليب ما تشوفي الأطفال تذكرين في كانوا قبل يجيبون نيدو كانوا يجيبون بزر كذا ماسك طيار فيشرب نيدو فيصير كبير الحليب. إعلان ذاك أنا عارف إنه إعلان بس ترى الحليب لا يعطيك كالسيوم ويقوي عظامك ويعطيك بروتين ولا أبدا ما له علامه ما يوقف النمو أبدا. طيب تجيبين بيض 7 بيضات وتسلقينها وتاخذين قشر 7 بيضات مسلوقة تطحنينها طحن ناعم بتكون ناعمة جدا عشان لا أكلتيها ما يكون فيها كسر شيء مكسور من القشر. يعني تجيبين 150 جرام من الجوز هذا حق المكسرات وتطحنينه تخلطينه مع المطحون القشر 7 بيضات ومع 150 جرام من اللوز مع 1 كيلو من العسل وتحطينهم تخلطينهم مع بعض زين تحطينهم في علبة والعلبة هاي تاخذين منها يوميا 3 ملاعق. عماد ايش سبب البقع اللي باليدين يعني ايش سببها يعني بيضاء وفي الصدر وفي ازدياد لازم تروح تسوي تحليل عند الامراض الجلدية وزي كذا تشوف تسوي تحليل ايش سببها يعني وانت تقول في ازدياد يعني فلازم تعرف وش البقع هذه. الوصف ترى بالكلام غير الشوف يعني. طيب ابو تالا كيف اخوي وليد ابي خلطة ليه القمل وخلطة ليه ايش الثانية مو باينة والله يا ابو تالا خلطة القمل قلنا انه افضل شيء في الاعشاب مغلي اليانسون تجيب اليانسون وتغليه وتغسل الشعر اللي فيه قمل هذا وتخليهم ينام فيه يصير شعره فيه المغسول هذا حق اليانسون وينام فيه الصباح يغسل عادي بشامبو بس افضل انك تجيب شامبو اسمه شامبو سينان حق القمل من الصيدلية. الشامبو هذا كيف طريقته تغسل وفي رغوة الصابون بالشعر يجي معاه مشط حق الاولين ذاك حق القمل فتكد الشعر وفي الرغوة راح تشوف القمل ينزل قدامك ميت ينزل قدامك ميت مع الاستمرار مع مغلي اليانسون وهذا راح تتخلص تماما من القمل. يعني هي مشكلة المدارس أحيانا يكون واحد مثلا المدارس وفي عيال فيهم زي كذا وعيال ما فيهم فيقعدون مع بعض وزي كذا هذا المشكلة. طيب حسن قلنا الحلبة هو أحسن شيء الحلبة يا حسن بأن إذا كانت أحسن شيء الحلبة حلبة حلوة يعني. الشد قلنا الشد انه بالثلج 20 دقيقة 5 دقيقة باتجاه عقارب الساعة 5 عكس 5 باتجاه 5 عكس 20 دقيقة زي كذا بقطع الثلج. ديسكريت هل كريم الاخفاء شيء بالدقن واين يوجد لاني بحثت في صيدليات ولا خالد قلنا احنا في السوبر ماركت الكبيرة سوبر ماركت اي سوبر ماركت كبير راح تلاقي فيه كريم ديسكريت. نفس الحكاية سوزان جيبي جلسيرين وليمون وخلطيهم مع بعض ودهني يدينك والبسي جلوفز ونامي وكرر عملية 3 أيام 4 أيام راح تشوفين يدينك السواد كله يروح واليدين ناعمة وكل شيء. عارف بعضهم يحسسك انك انت يعني ان انت جالس في يعني مع احترامي لبعض الناس جلس في مطعم ويقولك واحد عطني زي واحد يقولك مرحب عطني وصفة تمتع عجزت وانا اكل طيب والله حسك انك انت في مطعم يعني قل السلام عليكم وليد يعني مو لازم تقول استاذ وليد ما احب انا قاعد لكن قل لي وليد ممكن اما يجيك واحد يقولك ما حتى مو كاتب اسمه يقولك مرحب عطني وصفة تمتن ما بقول اقولها بالكاتشب والفينيزر بلا كذا طيب اوكي عطني اسمك تكفى عشان اخليك تمسك دور يعني طيب نرجع نكمل يقول لي يعطيك العافية وليد علاج البروستاتا بمستحلف حب القرع ما هي الطريقة وكم المدة أبو خالد من القصيم أبشر أبو خالد حب القرع ترى
للتضخم. التضخم في شيء للالتهاب وشيء للتضخم. إذا أنت تبي حب القرع هذا للتضخم، تضخم البروستات. تأخذ مستحلب حب القرع المكشور والمدقوق، ها أوكي، تأخذ مقدار 20 جرام وتحطه في كاس موية حارة، تحطه في كاس موية حارة وتحليها يا بالعسل يا بالسكر، بس العسل أحسن. تشرب منه وتدهن منه، تشرب منه وتدهن منه، يعني لين ما تحس بالتحسن، لين ما تبدأ تحس بالتحسن. موضع الدهان ما يحتاج أقول لك وين موضع الدهان، يعني تدهن معروف وين تدهن، يعني المكان اللي تحس بالألم فيه، يعني ما أقدر أقول لك أكثر من كذا. أو ممكن أبو خالد يعني أذكر في إذا عندكم في القصيم في جي إن سي، أنا أعتقد إنه فيه في القصيم جي إن سي، أوكي إن شاء الله إنه فيه. في عنده شيء أعشاب عبارة عن بالميط منشاري، الأعشاب هذه مكتوب عليها ساو بالميتو، أنت تقول أعطيني ساو بالميتو، هذه عبارة عن أعشاب تلقاها شفافة فيها عبارة عن بالميط منشاري، هذا برضو للبروستاتا، يعني هذا برضو جدا رائع، يعني تأخذ حبة يوميا أي وقت الحبة تأخذها مو مشكلة. طيب STC 847700 موبايلي 640-660 زين 746-262. طيب بالنسبة لتقوية الذاكرة يا فيصل أبو عمر، شوف تأخذ 50 جرام من الزنجبيل، 50 جرام من لبان الذكر، بس لبان الذكر ما تغسله لأنه يحتوي على زيوت طيارة، فغسلته تروح فايدته فما تغسله لبان الذكر. تأخذ 50 جرام من الزنجبيل، 50 جرام من لبان الذكر، 50 جرام من الحبة السوداء، وبعدين تخلطها مع العسل، تخلطهم كلهم مع بعض، تحطهم في علبة، تخلي الطفل يأخذ منها 3 مرات في اليوم لمدة 21 يوم، هذا يقوي له الذاكرة. أبو فهد أسهل وصفة تبيض الوجه، عضيني بس بشرتك، في بشرة حساسة ما ينفع لها، في بشرة دهنية، بشرة جافة، فعضيني نوع بشرتك. السلام عليكم وليد، أنا وزني 108 وطولي 178. شو معلش الأوزان وزي كذا بناخذ اتصالات بعد شوي، خلونا نجاوب بس الأمراض والأوزان ناخذ اتصالات بعد شوي. معي الوالدة عندها الكحة على طول، وش العلاج وشكرا. طبعا لازم تعرفين ايش السبب، ممكن يكون عندها التهاب، ممكن يكون لازم تعرفين، لكن انا اتكلم كعلاج للكحة، انا ما ادري ايش فيها، لكن كعلاج للكحة في اعشاب اسمها اعشاب حشيشة السعال. حشيشة السعال هاي تاخذين ملعقة من حشيشة السعال، حشيشة السعال تحطينها على كاس موية حارة تخلينها 10 دقائق، بعدين تشربها الوالدة، هذه تشيل لها الكحة، هذه جدا حلوة للكحة. طيب نطلع فاصل وبعدها نرجع نواصل، خليكم معنا. موجتنا السعودية ألف ألف أف أم، برنامج عصريات. يا هلا والله وغلا ومرحبا، رجعكم مرة ثانية ومكملين الجزء الأخير من الساعة الأولى والخاصة بالخطات الطبيعية وعلاج جميع الأمراض بالأعشاب على STC 8477. استغفر الله. طيب على STC 8477 موبايل 640-660 زين 746-262. وبنايف أنا أنصحك يعني تسوي كشف، تأخذ زوجك وتسويها كشف، شو تعرف إيش سبب الألم، يعني ممكن يكون صداع مزمن ترى، يعني ممكن يكون صداع مزمن، يعني أنت بس أبي تقريبا بما أنك قلت العين اليسار وزي كذا، ممكن يكون صداع مزمن يعني، بس أنت أحسن شيك يعني شوف، إنه أنا ما أعرف كيف والله بأمانة، يعني أنا أنت تقولي عندها ألم شديد ويرتفع فوق الحاجب العين اليسار، ممكن يكون صداع مزمن، بس انت شيك وشوف.
طيب نروح اللي بعده، علاج الثواليل ابو عبد العزيز. اوكي ابو عبد العزيز، شوف ممكنك تدلك يعني 10 مرات في اليوم بزيت الخروع، هذا لمدة شهر، هذا يوخر لك لمدة شهر، هذا يوخر لك الثالول يعني. او ممكنك تسوي كمادات، تجيب شفت البصل، تجيب البصل وتهرسه وتخلط معاه ملح، تستخدمه لمدة 5 أيام متتالية، هذا برضو جدا رائع لعلاج الثواليل. حدث ثنتين هذه جدا رائعة يعني. أو ممكن تجيب الكراث وتهرسه وتعمل منه كمادات على نفس الثالول، هذا يوخره يعني. عندك كذا واحدة، يلا اشتغل. الحلبة يا رهف من جدة، الحلبة من الأشياء اللي تكبر. عبد الله، أقوى شيء للكرش إنك ما تأكل، يعني ما تأكل كثير، يعني ما تأكل فوق طاقتك، ما تأكل دهون يعني. أوكي كل، بس يعني ما قلنا إحنا، ترى في ناس خطأ يقولك أنا والله باكل وجبة ومع ذلك ما أنزل، لا افطر، تغدى، تعشى، بس عشاك يكون بدري الساعة 8، يكون شيء خفيف، زبادي، زبادي خالي الدسم، ممكن يكون عندك جبنة قريش، ممكن يكون عندك صحن سلطة، خس، جرجير، بقدونس، أشياء زي كذا. الغداء ممكن تأكل صدر دجاج، قطعة صدر الدجاج منزوعة الجلد والعظم طبعا، مسلوقة ولا مشوية بدون زيت، مسلوقة ولا مشوية بدون زيت. الفطور عندك بياض، بيض عندك، لبنة خالية الدسم عندك، الجبنة القريش عندك، كذا شيء يعني. الصباح طبعا مع الخلطة اللي تشربها هذه حقت الزنجبيل والشاي الأخضر والكمون وقشر الرمان والنعناع، تخلطهم مع بعض 10 دقائق على النار، وبعدين تشرب بعد كل وجبة مع تمرين للبطن. عبد الله أقسم بالله بتلاقي شيء ثاني. شوفي أفضل شيء نوني، أفضل شيء البشرة الحساسة اللي هو شفتي الخس، مغلي أوراق الخس تغسلين فيه البشرة، البشرة الحساسة، هذا جدا حلو للبشرة الحساسة، بيخليها تهدى وزي كذا. جربي وشوفي بيروح الشيء اللي عندك هذا ولا لا، هو جدا رائع بالنسبة للبشرة الحساسة. أنا ما بقولك جربي عليك، لا أنا أقول هو جدا رائع، معروف أنه جدا رائع للبشرة الحساسة، مغلي أوراق الخس يغسل الوجه في البشرة الحساسة، هذا يهدي البشرة الحساسة ويعطيها جمال وشيء رائع جدا، فاستخدميه مغلي أوراق الخس. بس حاولي لا تحطين له مكياج ولا شيء ولا زي كذا لغاية ما يهدى وجهك، البشرة الحساسة تراها يعني حساسة جدا على اسمها، وفيها خطوط حمراء وأي شيء يبين فيها، وأي ضربة وأي كدمة والأشياء ذي تبين فيها، فحاولي ما تحطين له مكياج ولا شيء وزي كذا، بس اغسلي وجهك يوميا بمغلي أوراق الخس. قلنا يا سارة الشمراني بالنسبة لتطويل الشعر، أشياء تطويل الشعر قلناها، إبراهيم قلنا خلطة الطون، نحاول بس عشان ناخذ أكثر شيء يعني. لا ما أعرفها يا لول أو لول، ما أدري شو اسمك، ما أعرفها والله ما أعرفها. وليش تبي تستخدمين عشان أقول لك ممكن يكون في شيء أحسن، بس أنت تقول بستخدمه في بشرتي، بس وش نوع بشرتك وليش تبي تستخدمينها يعني؟ أبو فيصل ممكن يكون عندك ثعلبة، إذا كان عندك في الشنب زي كذا ممكن عندك ثعلبة، استخدم الثوم، الثوم المهروس تدهم فيه المكان لمدة 5 دقائق لغاية ما يكون مكان أحمر، بعد كذا المفروم حق الثوم هذا والمهروس تترك بقايا الثوم على المكان اللي دعكته لمدة 20 دقيقة وتغسله. تكرر العملية هذا يوميا، تحتاج وقت عشان تجيب معك نتيجة. طيب روح اللي بعده، ابو احمد علي من اكزيما في رجلي. اوكي طيب، اول شيء لازم تاخذ، شفت زيت كبد الحوت، لازم تاخذه تشربه يوميا لانه هذا يحتوي على فيتامين اي،
انت تحتاج اي احد عنده اكزيما يحتاج تقريبا 50,000 وحده يوميا، هاي تحصل عليها من زيت كبد الحوت، فتاخذ تقريبا المقدار المكتوب لك في زيت كبد الحوت تاخذه يوميا، هذا جدا رائع. ممكن تجيب الجزر وتفرمه وتحط، طبعا يكون الفرم بشكل ناعم، وتحطه على شكل دفعات على مكان الاكزيما يوميا. ممكن تجيب بصلة صغيرة وتضيف لها ملعقة كبيرة من خل التفاح وتحطهم في كاسة وبعدين تدهن فيها مكان الأكزيما عدة مرات يوميا. ممكن برضو تجيب زيت اللوز المر أو الحلو وتعمل منه كمادات بالزيتون المهروس الناعم، عندك كذا شيء هذا للأكزيما الموجودة في الجسم عموما، في الأصبع وذا في الجسم عموما، مش في الشعر ولا ذا، لا في الجسم. كنا يا طلال في كريم اسمه كريم الديسكريت موجود في السوبر ماركت الكبيرة، هذا جدا حلو يخفي لك الشيب لمدة شهر وأكثر، اسمه ديسكريت. طيب روح اللي بعده، محمد الثقفي عندي رمد بالعين. اوكي، شفت ورق الثوم هذا تمضغه يوميا، ورق الثوم تمضغه يوميا وتضمد فيه العين المصابه بالرمد، تمضغ ورق الثوم وتضمد فيه العين المصابه بالرمد. تعصر البقدونس، هذه واحده ثانيه، تعصر البقدونس وتقطر منها مقدار نقطتين في كل عين، بس نقطتين، تعصر البقدونس وتقطر بمقدار قطرتين أو نقطتين لكل عين، هذا يعالج لك الرمد اللي في العيون. إيه الجوز حق المكسرات يعادل، هو نفسه اللي في الطول، هو نفسه. أم الأثير وش رسالتك؟ ما مرت علي والله بأمانة. بس المطحون يا سامي، المطحون نفسه لا تحطيه مويه ولا شيء، مطحون الزرنيخ ادهني في مكان الابط، هذا يمنع ظهور الشعر مع الاستمرار. مطحون لو في مويه بقول لك اضيفي عليه مويه. قلنا فيصل الشفايف تدهن، تسوي كريم العسل، تجيب عسل وشمع عسل وتخلطهم مع بعض، هذا اللي تبدا تدهن منهم للشفايف، طبعا تذوب او شيء العسل، شمع العسل. البواسير ابو حنين افضل شيء برضو في زيت اللافندر، تجيب زيت اللافندر مع العطارين وتاخذ بطرف اصبعك طبقه خفيفه من زيت اللافندر وتدهن على المكان المصاب بالبواسير بدون ضغط ولا احتكاك يوميا، حتى لو عندك نزيف شوي بوقفه باذن الله سبحانه وتعالى. طيب عموما يعطيكم العافية، شكرا جزيلا. بس أنا في واحد كاتب رسالة يقول السلمكي وليد إيش اسمه وهل هو ينحف للرجيم ولا لا؟ هو اسمه سلمكي، بس أنا نصيحة مني يعني أنا سمعت واحد يقول إنه اللي عنده قولون وما أدري إيش وزي كذا يشرب سلمكي شهرين. نصيحة مني، ترى السلمكي تشربه أكثر، ما ينفع للرجيم، ممكن تستخدم بديل عنه. السلمكي أكثر من 3 أيام يموت، ترى مو زين، قوي جدا تشربه يوم يومين تكرمون ما تطلع من الحمام، قوي جدا جدا جدا، ما تشرب المفروض أكثر من 3 أيام يعني بالكثير 3 أيام، ولا ينفع للأطفال ولا شيء. نصيحة مني اللي يقولك شهرين قل له السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمع القيصر كاظم الساهر فنان العرب، عيد وحب ونرجع مرة ثانية.